بسم الله. السؤال الأول نبدأ؟ أبدأ معي سؤال؟ يلا ما عندك فوز. يلا بسم الله. يلا. الله أكبر. شو ذا يا معود؟ شوف تربطه ربطه جوالي والله قربته. تعال تجيب خربطه تربيط وخليه يجاوب غصب. يعني إذا ربطتوني ما جاوب غصب؟ إي بتجاوب غصب مربط. هذا اتفاق ما 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 اعتمدنا. لن تخرج من هذه الدائرة حتى تجيب. والله ضبطوني جد. الله يستر. عندي سؤال ولا عندك محمد؟ متوتر. احمد سويري نجم الاعلامي الكبير الله يخليك صاحب الكثير من البرامج برامج الواقع والقنوات اللي قفلت. احمد سم اول سؤال طبعا انا اعرف اجابته لكن احب الشو يعني كذا. وش بينك وبين ابو كاتم؟ والله السؤال سؤال كثير والله. ما يخالف. شوف حاليا الحين الان انا وانا ابو كاتم بالعكس يعني الحين العلاقه ما اقول لك انها وديه ما هي وديه بس انها رسميه يعني كل الاحترام يكل الاحترام علاقه زماله يعني بينه وبينه يعني بس وش السبب؟ اختلافات يعني بسيطة اختلافات إعلامية بس الأخوة والصداقة موجودة بس اختلافات إعلامية رسمية ممتاز وهذه تحصل في أي مكان عادي جميعا. أحمد سويري نجم مبدع مقدم وما يختلف عليه شخصين الموضوع هذا. شكرا. لكن أحمد سويري مشاهد دائم في خلافات مع عدة أشخاص.